السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام وأهلا بكم مجددا مع أحوال الطقس مباشرة لآخر الصور الجوية وإلى وسط بحر العرب، حيث يتمركز منخفض مداري هناك يتحرك باتجاه الغرب وبأيضا سرعة الرياح حول مركزه تصل إلى 25 عقدة. معظم المؤشرات تشير إلى استمرار حركته باتجاه الغرب نحو غرب بحر العرب، وأيضا احتمالية تعمق تبقى واردة خلال قادم الساعات. أيضا العوامل الجوية هنا تبدو مهيئة لتعمق هذه الحالة المدارية خلال قادم الساعات، ولكن لا يوجد أي احتمال لتأثير مباشر لهذه الحالة المدارية على أجواء السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع بقاء أيضا المختصين هنا بالمركز الوطني للإنذار المبكر في متابعة مستمرة لهذه الحالة وتطوراتها. ومباشرة الأجواء شبه الجزيرة العربية، تتواجد بعض السحب في أقصى شمال شبه الجزيرة وسحب ممطرة تنتشر في شرق بلاد الشام، وأجواء مستقرة في باقي أرجاء شبه الجزيرة بما في ذلك أجواء السلطنة مع انتشار لبعض السحب المتفرقة. وأشارة لحركة الرياح للنهار القادم وبداية على جنوب السلطنة. على الساحل الجنوب الشرقي للبلاد، الرياح تستمر شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية على سواحل محافظة ظفار، شرقية على أجواء محافظة الوسطى، معتدلة إلى أيضا نشطة أحيانا خصوصا على المناطق الساحلية. البحر غدا يكون هادئ إلى متوسط الموج، يصل أقصى ارتفاع له متر ونصف متر على الساحل الجنوب الشرقي للبلاد. رياح شمالية تهب على سواحل محافظة سندم غرب المحافظة وجنوبية شرق المحافظة بين خفيفة إلى معتدلة. بحر هادئ إلى متوسط موج مع ارتفاع يصل إلى متر ونصف المتر للموج. رياح شمالية شرقية تستمر بالهبوب على سواحل بحر عمان معتدلة السرعة تصل سرعتها إلى 10 عقد، والبحر يبقى هادئ الموج غدا يصل أقصى ارتفاعا له متر وربع المتر مع رطوبة نسبية تتراوح بين 55 إلى 75%. إلى أجواء مسقط غدا، أجواء مشمسة والعظمى عند 30. رستاق 33 درجة مئوية ضمن أجواء مشمسة عموما في معظم أرجاء محافظة جنوب الباطنة، فرصة لظهور بعض السحب على سواحل شمال الباطنة ودرجة الحرارة 30 درجة. حول منتصف الثلاثينات العظمى غدا في أرجاء محافظة مسندم والأجواء مشمسة بوجه عام. إلى أجواء شمال الشرقية، حيث فرص تشكل بعض السحب واردة خلال ساعات الليل وفي إبرة درجة الحرارة 33، كذلك هو الحال بالنسبة لنزوة 18 درجة في جبل شمس مع فرصة لظهور بعض السحب مساء، وأجواء مشمسة غدا في عبر درجة الحرارة 34، كذلك الفرصة مواتية لظهور بعض السحب على المناطق الجبلية في فترة المساء في محافظة البريمي ودرجة الحرارة العظمى 33. إلى جنوب السلطنة، فرصة لانتشار بعض السحب على سواحل محافظة ظفار العظمى في صلالة 30 درجة، وكذلك والحال بالنسبة لثمريت ضمن أجواء مشمسة. تسطو الشمس غدا في أجواء هيمة ومعظم أرجاء محافظة الوسطى والعظمى تصل عند مطلع الثلاثينات على سواحلها التي تتواجد فيها بعض السحب بشكل متفرق، ودرجات الحرارة تصل عند أواخر العشرينات كما هو الحال أيضا على سواحل محافظة جنوب الشرقية المطلة على بحر العرب، في حين تصل درجات الحرارة عند مطلع الثلاثينات في باقي أرجاء محافظة جنوب الشرقية بما في ذلك صور، مع فرصة لتواجد بعض السحب خلال ساعات النهار. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.